قول يا عرف نفسك. شعبان جدرب. من مؤسسين حزب العدل. اولا احنا ساعه رجعنا الميدان تاني ما رجعناش عشان الحكومه تتغير ولا يشيلوا وزير ولا يجيبوا وزير. احنا راجعين بمطالب الثوره الاولانيه هي ويكاد الهتاف يعني قرب يرجع تاني عايش حريه عداله اجتماعيه. لان احنا ما حسيناش باي تغيير خلال الست شهور اللي فاتوا. المجلس العسكري جات له فرصه من ذهب، احنا نعلم علم اليقين ان هو تبع الحكومه تبع النظام الباقي، بس احنا كبرناك وسامحناك وادينا له فرصه وادينا لك امانه، ادينا لك بلد سائره ووثقنا في كلمتك، روحوا يا شباب وانا هكمل، والشباب روحت واحنا وانت هتكمل، ما كملتش. ليه الناس اللي عملت وقفه احتجاجيه قدام سفاره اسرائيل تتحاكم خلال 3 ايام ومصاصي دماء الشعب المصري بقى لهم 6 شهور في المكيفات؟ مين بيدفع فاتوره مبارك في مستشفى شرم الشيخ؟ مين بيدفع مرتبات الحرس بتاعه؟ مين بيدفع مرتبات السكرتاريه؟ مين اللي جاب كونسولت الماني يعمل كشف على مبارك في مستشفى شرم الشيخ؟ مين اللي ارسل عينه دم الرئيس مبارك، الرئيس المخلوع مبارك لالمانيا تتحلل هناك؟ مين بيتحمل نفقات كل ده؟ فاحنا رجعنا لميدان التحرير مش عشان نغير وزاره، وسبحان الله يا اخي عمل بصيره ما زال مسيطر على الحكومه. برضو كنا نقول عيش حريه عداله اجتماعيه يقول لك اغير الوزاره، طب احنا ما بنتكلمش في تغيير وزاره. انه يقول لحد ادنى للمرتبات و 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر يقول لك انا هعمل تعديل وزاري. انا ما جبت سيره التعديل الوزاري. انا ساعه نزلت التحرير تاني يوم 8 انا ما كانش في دماغي وزاره. يا يعني في دماغي يا جماعه محاكمات، ادوني حق اولادي واخواتي اللي استشهدوا قدام عين. انا كنت من اول 300 قدام دار الحكمه يوم 25 الساعه 12 الظهر. ليه الناس اللي ماتت ما عوضتش؟ ليه مصاب الثوره اللي كان بيدافع عن اسمى امان الشعب المصري لسه رصاص في عينيه لحد دلوقتي؟ ليه؟ والحراميه عايشين في 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 بورتو تورا، واحد واخد 5 زنازين ايجار جديد. ايه التهريج ده؟ واحد حرام عيان يترمي في مستشفى طار مستشفى السجن. ماشي احنا ما بنقولش العيان لا زي مواطن اما في الاول وفي الاخر كلنا اولاد 9 بالبلدي وكلنا مصريين وكلنا ينطبق علينا احكام القوانين اللي انا عمري ما شفت مصر بينطبق عليها احكام قوانين. مصر بتتحكم باهواء من ساعه ما اتولدت. انا من ساعه ما اتولدت وانا بتحكم باهواء، مجموعه من البشر لهم مجموعه اهواء بيحكمونا بيها. يعني احنا ما نزلناش عشان تعديل وزاري، احنا نزلنا عشان مطالب الثوره، نزلنا عشان الامانه اللي اديناها للمجلس العسكري والدكتور عصام شرف وخانوا الامانه. مفيش جديد، مفيش ولا خطوه اتخذت في اتجاه ان انا هجيب لك حقك. فين؟ نسمع راي الاستاذ عمر. في رايك في نزلت ليه تاني؟ نزلت ليه تاني وقاعد في وسط الحر والحر؟ والله حسن مش مشكلة. طب والله حضرتك انا من وقت نظر انا رجعت على اساسها من اسماعيليه. بل حضرتك كلنا جايين هناك لان برضه هناك في فساد اكبر من هنا كتير. بس احنا بنقول هنا صوتنا واصل للدنيا كلها لان ميدان الحرير بقى اصبح هو رمز لاي واحد حر. احنا بنقول كمان زي ما بنضيف على الاخ شعبان، احنا بنقول الجماعه مش مشكله في التغيير الوزاري، هو مشكله في ازاي انت بتدي عصام شرف سلطة واسعة، ازاي تخليه يبقى رئيس وزراء؟ لكن هو دلوقتي لغاية دلوقتي ولا هو رئيس وزراء ولا أي وزير. هو الحاكم العسكري مش الرئيس المخلوع، هو نفس الإدارة ونفس السيستم ونفس المفاهيم ونفس السياسة. اللي هو تجاهل الشعب المصري. ولغاية دلوقتي بيعملوا لك كأننا مش بشر ولا بنفكر ولا عندنا جهل. وبيلعبوا بمشاريعنا، لكن احنا أكبر من كده. وإحنا أعظم من كده. وهنسبة برضه لو الحر اكتر من كده 50,000 مرة احنا عاديين وهنحقق مطالبنا. احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك احنا معتصمين، ممكن الموضوع تاني بعد ما نعرفش بعد ساعة هيبقى في ايه، بس احنا اموات وجايين شهداء في الميدان ده. انا محمود عبد الله من اسماعيليه، من يعني احد الثوار بدون اي توجه سياسي. يعني احنا طبعا رجعنا الميدان لان لقينا ان في
مئات الجهات من اعداء الثوره بيحاربوا في يعني في اهداف الثوره التي جاءت من اجلها الثوره، ويعني وبيستميتوا في ان هم بيقاتلوا عشان اخماد الثوره دي، وان هي ما تكملش ركبها المبارك. الثوره دي هي اللي مباركه، واللي كان ماسكنا ده كان شخص غير مبارك، شخص افسد، شخص كان مصر كانت بتحترق تحت حكم هذه العصابه، يعني اصاب يعني الشعب واصاب البلد ب يعني بسرطانات مزمنه من الفقر والجهل والبطاله والخمول، وخلى مصر تتخلف عن ركب الحضاره اللي هي كانت بتكون في مقدمته، كانت دولة رائدة دائما، أصبحت دولة يعني مصابة بأمراض خطيرة. ويعني خرجنا في 25 يناير نتحدث عن مطالب شرعية، قتل من قتل وسجن من سجن واعتقل من اعتقل، وبعد هذا لم نجد أي شيء تغير. نتحدث عن محاكمات عادلة لمن قتل إخواتنا ومن أصاب الثوار، يحدثوننا عن تغييرات وزارية. يعني انا بس احب ان انا اضيف لك بالعامية كده في اخر كلام ليا، ان هم عايزين يحولوا الثورة الى حركة اصلاحية. الثورة تأتي لتغير الانظمة وتبيد الانظمة تماما وتنشئ انظمة جديدة قائمة على العدل والمساواة. اما الحركات الاصلاحية فتأتي لتحسن الاوضاع. احنا كان عندنا اوضاع ميتة تحت الارض، يعني هذا الفاسد، هذا المخلوع، هو والحاشيه والعصابه التي كانت حوله، يعني انزل الشعب المصري الى يعني مئات الكيلومترات تحت الارض، ونحن يعني نقاتل لننتشل انفسنا من هذه الظلمات التي أنزلنا فيها هذا المخلوع. ونتحدث عن ثورة كاملة، يعني كما كنا نهتف ثورة نظف، ثورة تشيل كل خاين كل عميل. هذا ما نتحدث عنه. شكرا.